الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع أحكام التجويد برواة ورش، وما زلنا مع أحكام النون الساكنة والتنوين، ومضى معنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربع أحكام: الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء، وهذا هو الحكم الثالث الإقلاب. يقول ابن الجمزوري رحمه الله: والثالث الإقلاب عند الباء ميم بغنة مع الإخفاء. معنى الإقلاب في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا هو قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة. بالمثال يتضح المقال، هذا مثال. نجد هذه الكلمة: من بخل. هنا نلاحظ جاء حرف الباء بعد النون الساكن، فهنا نغير هذه النون وتنقلب إلى ميم مخفاة بغنة، هكذا: من بخل، من بخل. ونلاحظ أن إخفاء الميم يعني لا يكون هناك فرجة كبير، يعني لا نقول من بخل وهكذا، أو مثلا يكون إطباق كبير مثل إيه من بخل يعني إيه بالكز على الشفتين، وإنما هو يكون مجرد يعني إيه شيء يعني تلامس أو شبه تلامس قليل جدا جدا بين الشفتين، من بخل هكذا، من بخل. كذلك يأتي الإقلاب في كلمة واحدة وممكن من كلمتين مثل كلمة من بخل. نلاحظ في هذه الكلمة: لا ينبذن. يبقى هنا نلاحظ أنه جاء كذلك حرف الباء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، والباء من حروف الإخفاء الإقلاب. يبقى هنا هذه النون تقلب إلى ميم بغنة مع الإخفاء، يعني هكذا: لينبذن، لينبذن، هكذا. كذلك في هذه الكلمة: كرام برر. نلاحظ أن هذا التنوين بالكسر وجاء بعده حرف باء، فهنا يتم قلب النون هذه التي تنطق ولا تكتب، يعني نون التنوين تقلب إيه إلى ميم بغنة مع الإخفاء. والثالث الإقلاب عند الباء ميم بغنة مع الإخفاء، يعني هكذا: كرام بررة، هكذا. كذلك في هذه الكلمة من سورة العلق: لنسف عن بالناصي. هنا جاء حرف الباء بعد التنوين بالفتح، والباء حرف إقلاب، فنقرأ هكذا: لنسف عن بالناصية. وننتبه لكسر الباء الكثير لا ينتبه لكسر هذه الباء: لنسف عن بالناصية، هكذا. وعلامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف أيها الأحبة: وضع إيه ميم صغيرة، يعني تجد حرف النون مثل هذه الكلمة يوضع عليه إيه ميم صغيرة، هكذا ميم صغيرة فوق النون بدل السكون. كذلك في هذه الكلمة: أنباء. يبقى هنا حرف الباء جاء بعد النون الساكن، ونلاحظ هذه الميم الصغيرة كما نكتب في كتابة النسخ، حروف النسخ هذه الميم. وعلامة قلب التنوين في ضبط المصحف: وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية، وهي الحركة الدالة على التنوين، يعني مثلا في هذه الكلمة: قوما بورا، هذا تنوين بالفتح. نلاحظ أنه وضع فتحة واحدة، والفتحة الثانية يعني حذفت ووضع بدل منها إيه هذه الميم، يعني قوما بورا، قوما بورا، هكذا. ويكون الإقلاب في كلمة وفي كلمتين كما سبق وقلت. هنا من بخل هذا من كلمتين، لا ينبذن هذا في كلمة واحد. إذن كان هذا هو حكم الإقلاب. السؤال الآن: عرف الإقلاب لغة واصطلاحا، واذكر مثالا على ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين.